مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير خبز بالزيتون. عندنا كوب طحين، 3/4 الكوب مي، يمكن ما استعمل المي كلهم حسب الطحينات. عندنا كمان زيتون، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة خميرة، وملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط مي مع الخميرة والسكر ليتفاعلوا مع بعض. عندنا مي فاترة اكيد، حركهم شوي مع بعض. بحطهم على جنب. هلأ بالجات بحط طحين. بسم الله. كمان الملح، زيتون، بحركهم شوي مع بعض. بس تفاعلت الخميرة مع السكر حوالي 5 دقايق، هلأ منحطهم فوق الطحين. كمان بحط الماي، ما حطينا الماي كلهم، نعجن. بسم الله. بحط الماي، هيدي العجينة طلعت معنا رخوي، هيدا المطلوب. عجناها بأقل من دقيقتين. هلأ بغطيها، ضل من المي معنا هولي الربع تقريبا. هلأ بغطي العجينة وبتركها تخمر حوالي 3/4 ساعة. بعد ما خمرت العجينة هلأ عنا بيضة خفقتها بهيدا الشكل، خلطتها، وعنا حبة البركة. لنكفي الطريقة مع بعض. كمان حطت ورقة زبدة بقلب الصينية. بسم الله. بحط العجينة، طريقتها كتير سهلة ورائعة. بحط على ايدي زيت نباتي، مد العجينة بهيدا الشكل. عملت العجينة رخوي عشان تطلع من قلبها كتير طرية. هيدا الشكل. هلا بدهن على الوش بيض. عم حمل فرن اكيدي على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. دهنا الوجبة هيدا الشكل. هلأ منرش عليها حبة البركة أو الحبة السوداء.
اكيد حسب الرغبة ممكن نحط سمسم. هلا بنحطها بالفرن. هذا الخبز اخذ بالفرن حوالي 20 دقيقة. بنشيلها عن ورقة الزبدة. واو سخنة. بدنا نشوف كمان كيف طلعت مع بعض. هيدا الشكل النهائي. شفتوا كيف شكل؟ كتير روعة. هذا الخبز بالزيتون اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.